أهلا معكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، إن كان عم بتتابعونا عبر مريم تي في أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نهار جديد، وكل يوم هو فرصة جديدة، هدية بيعطينا إياها ربنا نعمة لإلنا تنستفيد من كل لحظة خلال حياتنا، كل لحظة نعيشها، إن كان يوم جديد، إن كان شهر جديد أو سنة جديدة. لازم نعرف كيف نعيش، لازم نعيش بفرح، لازم نعيش بتفاؤل، ولازم نعيش بمحبة وننقل هالفرح والمحبة كمان لغيرنا. رجعنا معكم مثل ما قلنا قبل بحلقة جديدة من برنامجنا الصباحي على الموعد، وأنا بدي رحب اليوم بزميلة جديدة لقلنا بأسرة على الموعد، هي ليا جعجع. برحب فيك ليا، أهلا وسهلا فيك معنا. هاي ريان، بدي أتشكرك على الترحيب، وأنا كتير مبسوطة أني انضميت لأسرة على الموعد. وانا بدوري كمان بدي رحب بالمشاهدين واقول لهم انه حلقتنا اليوم غنيه بالمواضيع والفقرات المتنوعه، وعلى امل يستفيدوا بساعتين من الوقت معنا. اكيد انا متاكده انه رح يكون نهارهم حلو يعني، ورح نعطيهم هيك امل وايجابيه. ليا هيك تنعرف المشاهدين عنك اكثر، خبرينا شو اكثر شيء بتحبيه. ولو ريان في حدا ما بيحب الأكل، ليس هناك حب أصدق من حب الطعام. صح، كلنا بنحب الأكل هيدا بالفعل، وخاصة الأكل اللبناني. صحيح، وخصوصي هلأ بهالوقت، يعني على الترويقة في أطيب من الترويقة اللبنانية، يعني المتنوعة من منقوشة لكنافة مثل ما عم نشوف بالصور قدامنا. اللبنه، صحن اللبنه مع زيت الزيتون والزيتون. صحيح صحيح، يعني عن جد نحن ما بنلحسها كلبنانيه، يعني هالاكل الطيب كيف لازم كمان ناكل باعتدال، لازم ننتبه على هالنقطه. هيدا الشيء كثير صعب، يعني بنتمنى انه عم يحافظوا اللبنانيه على كميه ماكولاتهم كمان لما يضروا صحتهم. ضيفتي لليوم هي أخصائية تغذية، فما كتير رح تحب المقدمة طبعاً عن هالترويعة المليئة. لا، بدنا نوعدها أنه رح ناكل باعتدال. أكيد أكيد. شو حضرتي لنا ريان بأول فقرة لليوم؟ أول فقرة لليوم ليا رح نكون عم نحكي عن قديس كتير مميز، خلينا نتعرف عليه أكتر. مشاهدينا بفقرة قديس اليوم رح نكون عم نحكي عن القديس جيروم، أو كانوا يلقبوه كمان بالقديس إيرونيموس. كان جيروم أحد أهم علماء الكنيسة المسيحية الأولى، وترجمته للكتاب المقدس إلى اللغة اللاتينية أصبحت الطبعة القياسية في جميع العصور الوسطى. ولد القديس جيروم بستريدان بالقرب من سلوفينيا، وهو ابن زوجين مسيحيين كانوا كتير متواضعين اهله. وقت صار عمره 12 سنة بعتوه على روما تيتابع دراسته، واهتم كتير القديس جيروم بالعلم، ودرس اصول وقواعد اللغة والخطابة والفلسفة، وتعمق القديس جيروم بالرهبنة وبتعليم الكتاب المقدس، وعمل عدة رحلات حج حول العالم. وكتب القديس جيروم عن مسالك الحياة الرهبانية والدفاع عن الممارسات اللاهوتية، وكتب بعض التاريخ وبعض السير الذاتية والعديد من التفسيرات الكتابية، كما ترجم مثل ما قلنا قبل كتب العهد القديم للغة اللاتينية. وتوفي القديس جيروم عام 420 ميلاديا، واعتبروه كتار من الأشخاص أنه هو قديس أمناء المكتبات والمترجمون. يعني بالفعل ليا هالقديس بيعلمنا أنه نحن قد ما تعلمنا وقد ما تثقفنا بضل بدنا ثقافة وعلم، ومنضلنا بحاجة نكتشف معلومات. صحيح. جديدة، وقد ما نقول نحن معلمين ومنعرف، لازم دلنا نسعى نحو المعرفة. صحيح ريان، العلم ما بيخلص، وكل ما نتعلم كل ما نتقدم بالحياة ومنفيد حوالينا ومنفيد المجتمع اللي عايشين فيه. أكيد أكيد. اليوم أنت محضرتي لنا هيك تنثقف أكثر وأكثر معلومات طبية، خبرينا عنها. صحيح، خبرنا الطبي لليوم مشاهدينا هو عن الفيتامين دي. بما انه ريان نحن فتنا هلا بفصل الخريف، ومن بعده جاي فصل الشتاء، فلازم نذكر المشاهدين بالاطعمه والمأكولات اللي لازم ناكلها لنتجنب النقص بالفيتامين دي بهول الفصلين. مثل ما بنعرف انه الفيتامين دي هو من العناصر الغذائيه الاساسيه لنظامنا الغذائي. صح. مع تقدم بالعمر يعد الفيتامين دي ضروري للحفاظ على صحه العظام وصحه الاسنان وصحه العضلات،
كرمال الحافظ على صحة سليمة. طبعا بحاجة نحن أصلا للفيتامينات. وأكيد وكل ما ازداد العمر كل ما يصير في خطورة أكثر للإصابة بنقص بالفيتامين دي. ونحن بنعرف ريان إنه الفيتامين دي بيجي من ضوء الشمس بالصيفية، بس لكن هيدا الشيء قليل بالخلال الخريف والشتاء. لهيدا السبب رح نشوف شو هي المأكولات اللي بتحتوي على مستويات عالية من الفيتامين دي، مثل ما عم نشوف قدامنا على الشاشة. تعتبر جميع الأسماك مثل السالمون، السردين، والتونة وغيرها كمان مصادر غنية بالفيتامين دي. وكمان عنا البيض، الفطر، اللحم الحمراء، وبعض أنواع الحبوب، الشوفان، السيريال كمان، وكمان عنا بعض أنواع الأجبان. بيحتوي كلهم على مستويات عالية من الفيتامين، وبشجع المشاهدين ريان يدخلوا كمية من هيدا المأكولات بيومياتهم كرمال يحافظوا على صحة سليمة. هيدا هو كان خبرنا الطبي لليوم. شو محضرتي لنا ريان بالفقرة التالية؟ بالمتفرقات ليا رح نكون عم نحكي هيك عن مغامر فرنسي، بس أنا أكيدة إنه كتار من المشاهدين رح يعتبروه مجنون. مثل ما قلنا قبل مشاهدينا رح نكون عم نحكي عن مغامر فرنسي قطع 670 متر مشيا على الحبل وسط باريس. وبالتفاصيل قطع المغامر الفرنسي ناتان بولين مسافة 670 متر مشيا على الحبل على ارتفاع 70 متر من برج ايفل حتى مسرح تشايو بالعاصمة الفرنسية باريس. واستغرقت يعني عملية العبور اللي نقلتها قناة BFM TV مباشرة، واللي استخدم فيها بولين حبل أمان تقريبا 30 دقيقة، وصفق له أكيد الجمهور بحرارة، وهالجمهور كان من مواطنين باريس وأيضا من السواح الأجانب يعني تفاجئوا فيه، وأكيد كتير شو بيقولوا سقفوا له يعني وشجعوه. ولازم نذكر انه عام 2017 كمان حقق بولين رقم قياسي عالمي بعد ما قطع كمان مشيا على الحبل مسافة قدرة كيلومتر داخل المدينة. يعني عن جد شو قلبه قوي، فينا نقول عن جد بالفعل قلبه كتير قوي. يعني انا من الاشخاص اللي بيخافوا من العلو، يعني انا كمان كتير اشخاص بخافوا مثلنا يعني صحيح من يعني مرتفعات، فكيف اجي هالقوه انه يعمل هذا الشيء. رح نكون هلا ليا معك مع الصحه الغذائيه. بفقرة الصحة الغذائية رح نحكي اليوم عن المبادئ التغذية الأساسية للنساء والسيدات اللي بيتجاوز عمرهم 40 سنة. من الأفضل أنه يحتوي النظام الغذائي اليومي للسيدات بالبروتينيات يلي بتكون موجودة بكل وجبة من الطعام، بالإضافة إلى الكربوهيدرات يلي هي بالحبوب الكاملة والخضرة يلي بتساعد على وصول الأحماض الأمينية المعروفة بالأمينو أسيدز اللازمة على الدماغ. وكمان يجب انه بنفس الوقت تقليل استهلاك الدهون المشبعه لانها بتساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بالدم. والدهون المشبعه موجوده باللحوم ومنتجات الالبان وزيت جوز الهند وزيت النخيل. وكمان ريان من المهم انه السيدات والنساء يقوموا بنشاط يعني يمارسوا رياضه. صحيح. اهم شيء يعني بهذا العمر انه يكونوا اكتف، حتى لو كانوا بالبيت سيدات منزل او ان كانوا بمكان عملهم ما لازم يضلوا قاعدين. صحيح. واكيد لازم يكونوا عم ياخذوا يتبعوا نظام غذائي يكون اكيد سليم. متوازن وسليم. لازم يحافظوا على رشاقتهم بالسبور اللي بيعملوه، اهم شيء كمان يخففوا من كميات السعرات الحراريه بنهارهم. اكيد مشاهدينا رح نكون هلأ مع International Days. اليوم العالمي للترجمة يصادف في 30 أيلول سبتمبر من كل عام. هناك وعي متزايد بأن اللغات تلعب دورا حيويا في التنمية وفي ضمان التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، كما أيضاً في تحقيق التعليم الجيد للجميع وتعزيز التعاون كذلك، وبناء مجتمعات المعرفة الشاملة والحفاظ على التراث الثقافي، وفي تعبئة الإرادة السياسية لتطبيق فوائد العلم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة. ويعتبر تعدد اللغات عاملاً أساسياً في الاتصال المنسجم بين الشعوب
كما تعتبره الجمعية العامة للأمم المتحدة قيمة أساسية للمنظمة. رح نشوف أنا وياك والمشاهدين ريان شاف الياس الخوري شو محضر لنا لليوم، ومن بعد Let's Cook segment رح نشوف آية اليوم، ومن بعد آية اليوم رح نتوقف مع بريك صغير ونرجع من كفة حلقتنا ونستقبل ضيوفنا. ما تروحوا لمحل، خليكن معنا. وكان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه.